السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بلو بيم من البرامج القوية جدا للمراجعة، يعني هو بيفتح ملفات البي دي اف وتبدأ انت تشوف تراجع اللوحة، ولو انت جات لك اللوحة متراجعة على البلو بيم تقدر تشوف الحاجات الخاصة بالمراجعات، المعمارية لوحديها ومراجعة الإنشاء لوحديها، الحاجات الهندسية لوحديها وهكذا. تقدر تحط حاجات، صور، تحط لينكات، تحط دايمنشن زي ما انت عايز. فهو من البرامج اللي بتسهل عليك الشغل، في امكانيات حلوه قوي في الموضوع، ترتب الشغل بتاعك وتحط اليارات وتنظم الشغل بتاعك، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الدروس الجايه على بيم اريبيا، ازاي نستخدم البلو بيم بالخصائص بتاعته.